مشاهدين انفاس تي في، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم خرجنا الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثال شعبي قح اللي هو اللي هرب الجواج. الا بغيتوا تعرفوا نص المثال الاخر خليكم معنا، ولا نسولوك على واحد المثال مغربي قح شعبي. غنعطيك النص ديال المثال وانت تكملي ليا. اللي هرب الجواج هرب للطاعه. وانت منين هربانه، من الجواج ولا من الطاعه؟ وانا مهربانه منهم بجوج. او يا خاصنا نديروك في هذاك البرنامج ديال المضرين. بغينا نعرفوا الفرق ما بين الجواج ديال شحال هادي والجواج ديال دابا. واه كاين فرق كبير كبير بزاف. الجواج ديال شحال هادي كان الراجل راجل كيدخل بالكفه ديالو متقله وتحنحينه ديالو تحنحينه. او ديال العود. الى حنحن في ام الباب. كي كيدير الله يرحم باك. الو كي كيدير كي كيدير دير ديك التحنحينه اللي كيدير الراجل. انا مزوقفك. الله الله الله. الواقف كيجلس والجالس كيوقف. هذاك هو الراجل بكل تواضيع. دابا تيتم داخل الراجل بحال داخل المش. الدراري يتناقزوا، مهم تغوت، هو كيقول سكتوا، ما قد يهضر لا مع المراه لا مع الدراري. هو يقدر يهضر مع المراه بعدا مع الحقوق ديال المراه. ما بقى قد يهضر مع حتى شي واحد الراجل. وباش كتنصحي الشباب دابا؟ الشباب ديال دابا كنصحهم باش قبل ما يتزوج يخول اولا. كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي يخون، يخول. يخول هاكا قعدت كيسمع هو يخول. خولوا لابنائكم، خولوا اولا. ثانيا خصو يختار الجوهر، اما الديكور راه كيمشي مع الوقت. معقوله يعني قال لك المهم هذاك راه كيبقى مثال اخر. كيختار الجوهر وكيختار العائله، العائله اللي تشرف وتشرف وليداتو، ويختار بنت الناس اللي عندها الفكر ديالها تيمشي بعيد، بغات دير اسره، بغات دير وليدات، بغات دير بزاف ديال الحوايج. اما غادي نختار الديكور ونختار الجمال ونختار هذاك الشيء كلشي كيدوب مع الوقت. هذا ميساج للشباب، تحياتي ليك، شكرا، شكرا بكل تواضيع. غنسولوك على واحد المثال مغربي شعبي قح اللي هرب للزواج. هرب للطاعه. وانت دابا هربان للزواج ولا هربان للطاعه؟ لا لا انا ما لا لا الزواج، لا دخلتي الزواج. انا شاك فيك هربان للمرا بالصيرت. لا ضروري من الهرب دابا الزواج. خاصو مسؤوليه كبيره، فهمتي؟ خاصك ضروري تكون اداء الزواج، ماشي اجي وتزوج داك الشيء علاه. ولا شوف النيات وبالاعمال، قول بسم الله توكلت على الله وتزوج على والدينا وجدوجنا، راه تزوجوها بالفاتحه. ولكن في هذا الوقت هذا راه خاصك تكون اليز باش تجبد المراه اللي غتكون معك، مراه نيت ماشي اي مراه. ودابا باش كتنصح هاد الشباب؟ باش كنصح هاد الشباب خاصهم يكونوا الولي الامر ديالهم هو اللي فهمتي يكبر بهم، ماشي الشباب. الشباب راه كيشوف اللي كبر منه ماشي اللي صغر منه. دابا مثلا هاد الشباب اللي باغي يتزوج دابا باش كتنصحو؟ اعطيه واحد النصيحه. الا بغيتي تتزوج خاصك تكون فهمتي عامل، ضروري من العمل باش تقدر تهز المسؤوليه ديال العائله ديالك. ما تزيدش المسؤوليه ديال العائله ديالك، راه غتبان لك بنادم كيتشرد. وانا راه بانوا لي شي وحدين ما هازين حتى سراولو، ما عندهمش غير يهزوا المسؤوليه. لا سروالي انا سروالي. لا لا ما تخاف ما والله. تحياتي ليك. غنعطيك واحد نص مثال مغربي شعبي قح وانت غتكملي ليا. اللي هرب للزواج هرب للطاعه. انت هربانه من الزواج ولا هربانه من الطاعه؟ انا هربانه من الزواج. وعلاش؟ حيت ما كنحملش شي حاجه سميتها الزواج، صافي كرهتها. هي فايته واقيلا. عاودي لنا شي طريفه وقعت لك في الزواج. كان كيضربني بزاف، كان كاين العنف، متعرضه ديما للعنف. دابا هو بسببه كرهتي الزواج وكرهتي الرجال. ولا ماشي رجال كاملين، ما كرهتش. يعني ما تعميش. حيت الرجال فيهم وفيهم، فيهم كلشي حجر وطوب. معقوله كلشي حجر وطوب وطوب. بغينا نعرفوا يعني مثلا باش تنصحي هاد الشباب دابا اللي كاينين دابا اللي باغي يتزوج. يشوفهم يتفاهموا مع بعضياتهم ويشوفهم انسان مزيان ولا ما مزيانينش. وبغيت نعطيك واحد السؤال، واش الزواج دابا ولا فرض؟ كاين ولاد الناس، باقي ولاد الناس. الزواج دابا ولا فرض ولا سنة؟ سنة. 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 لا على ما بالي انا ولا سنة. ماشي درسة. لا ماشي درسة لا. غنعطيك نص مثال شعبي قح مغربي وانت تكملي لي. اللي هرب للزواج هرب للطاعة. وانت لمن هربانة، الزواج ولا الطاعة؟ هربانة للطاعة. وانت يعني انت واش ضد الزواج ولا ضد ان بنادم يتزوج كاع؟ لا بالعكس، بنادم يتزوج، علاش ما يتزوج؟ هي كانت المفاهمة يتزوج. يتزوج. يعني انت كتآمني باقي بضاد؟ باقي كنآمن. باقي بضاد؟ باقي. وانت دابا واش مجوجة ولا باقا؟ لا باقا. سيليباطير. سيليباطير انا سيليباطير. وباش كتنصحي هاد الشباب دابا؟ الله يهديهم، اش اللي غنقول؟ لا باش شي ميساج ليهم يعني اللي بغى يتزوج دابا؟ يترجلوا.
يكونوا رجال. يكونوا رجال. لا ما بقاوش الرجال عندنا. ما بقاوش. بكل وهذا اللي واقف قدامك شنو؟ ما كنقولش عليك انت ولكن ما بانش ليا حيت كاين اللي كيتزوج كيدوز معاه شهر شهرين وكيمشي يسمح فيها. راه ولا جواج كونطرا ما في خباركش. كاين بزاف. كاين بزاف تزوج الكونطرا ولكن ما يديهم. تحياتي لك تحياتي لك. غنعطيك النص ديال المثال المغربي شعبي قح. وانت غتكملوا لينا اللي هرب للجواج هرب للطاعه ودابا حتى واش هربان من الجواج ولا هربان من الطاعه؟ هربت في الاول هربت للجواج ودابا هربت للطاعه. او دابا باقي هربان لني للطاعه؟ هربان راه مزال شحال وانا كنجري وتابعني الطاعه. باقا ما شداتكش؟ لا باقي كنقلب على الطاعه. لا ولكن بغيتك تقول لي انت تبارك الله الجواج ديال شحال هذه مع الجواج واحد لا ديفيرونس الفرق. وهو الصراحه الجواج ديال شحال هذه كنحسن من ديال دابا. علاش؟ لان كانت فيه شويه ديال القناعه وكنت مثلا المراه ملي كتزوج بالراجل ما كيتفرقوا حتى كتفرقوا من الموت لدرجه هما كبرونا حنا فهمتي. كان باضات باضات ديال بصح كان باضات ديال كان ماشي باضات شي حاجه اكثر من باضات فهمتي. كان الجواج ديال شحال هذه كان زوين. ودابا في نظرك واش باقي باضات ولا ما بقاش باضات؟ لا كاين دابا مابقى باضاد. مابقى باضاد اودي دابا. دابا نقول لك واحد القضيه. دابا الجواج ديال دابا ولا كيستغرق اللي كيطول عامين. عامين ديال الجواج. ولا كونترا. كونترا ديال عامين بحال كونترا ديال بحال خدام سيكيريتي. بحال لاعب ديال الكره. كيجي كيسيني عامين الله يعاون. هذا هو اللي بقى دابا. هذا هو النظريه ديالك. تحياتي لك بكل تواضع.